بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، زملائي النقباء وأعضاء مجالس النقابات العامة والفرعية، كل عام وحضراتكم بخير. كان موعدي معكم اليوم في تمام الساعة الثانية، لكن هناك تأخير وصل إلى حوالي 45 دقيقة. هذا التأخير له تبريران. الأول أنني فوجئت بحضور ممثلي الشركة المنفذة لميكنة المحاكم الاقتصادية في مصر. وزارة العدل قررت أن تميكن المحكمة الاقتصادية. فقبل سفري من أيام طلبت مقابلة المسؤولين حتى نفهم دور المحامين في المملكة. ما ينفعش تتعمل حاجة في مصر في محاكم مصر إحنا مش فاهمين إيه محتواها وإيه مضمونها. فتفهمت المشكلة أو المطروح واشترطت عدة شروط. الشرط الأول أن يكون دخول المحامي لهذه الميكنة كدخول القاضي سواء بسواء، بنفس الاستحقاقات المقدمة له في القانون، في إقامة الدعوة وفي قيدها وفي إعلانها وفي تقديم ما لديهم من المستندات وفي الاطلاع عليها. يجب أن يمكن بهذه الميكنة بهذه الأدوات التمكين الكامل، ولا يتوقف هذا التمكين على أي إجازات من أي جهة أخرى تخالف القانون. الأمر الآخر أن أنا اشترطت أن تكون الميكنة في كافة أنحاء الجمهورية، بمعنى أنه ما ينفعش نميكن المحكمة الاقتصادية في القاهرة ولا نميكن باقي المحاكم الاقتصادية على مختلف أنحاء الجمهورية. وقد تم اعتماد الأمرين، فكان هذا التأخير سببه هذا الذي تحدثت إليه بشأن هذا الخبر الجديد اللي بيدخلني معكم في الحوار اللي أنا حريص أن أتكلم معكم فيه. أنا مش جاي أكلمكم لا في الميزانية ولا في عوارضها ولا في المعارضين لها ولا في القابلين لها. الأمر مطروح في جمعية عمومية لكل المحامين مصر الذين تتوفر فيهم شروط الحضور، يطلب صوتهم تصويتا كتابيا مكتوبا في ورقة. ما يريده المحامي هو الذي سوف تنفذه نقابة المحامين بإرادة المنعقدين، وبالتالي أنتم في حل من أن أضيع وقتكم فيما هو أقل أهمية من الحديث الذي أريد أن أحدثكم فيه. المشروع اليوم ده معناه أن المحاماة مقدمة على علاقات جديدة وضوابط جديدة ومناطق جديدة يجب أن يدركها المحامي في مستهل حياته. المحاماة مش نص قانوني تقرأ وتحفظ قانون المعاقبات وقانون المرافعات وقانون الإثبات وقانون المخدرات تبقى محامي. هذا كلام غير حقيقي. المحاماة في كل دول العالم لها مداخل. يعني الأسبوع القادم باريس بتحتفل ببداية العام القضائي في تدريب دفعة التدريب الأولى للمحامين. دعوا كل العالم علشان يشاركوا هذا الاحتفال، لأنه مبني على أهمية كيف ترسم المحامي، كيف يبدأ حياته محاميا، كيف تكون محاميا، ما هي أخلاق هذه المحاماة، ما هي قيمة هذا المحامي، ما هي وسائله، ما هي أدواته، مهما أضيف لها من أدوات حديثة كانت أو غير حديثة فكلها لها حدود ولها ضوابط. نحن نريد في هذا المعهد أن نقدم لكم ما يعاونكم على أن تكونوا محامين. ابتداء أن الرسالة الأولى أن المحاماة في المستقبل كما نظمنا في نقابة المحامين لن تكون إلا للمحامين المشتغلين.
يعني ايه المحامين المشتغلين اللي يرغبون اصلا في ان يعملوا بالمحاماه ومحبين اصلا بالاشتغال بالمحاماه ومصرين مع سبق الاصرار على ان يعملوا بالمحاماه. اللي دون ذلك دون هذه الحدود اللي متصور انه هيقضي فيها فتره ويمشي او انه بيجرب او انه يعني هو يبقى نشيل كارنيه احسن من لا شيء، انا انصحه انه ما يكملش. ليه ما يكملش؟ هيتحمل تبعات ومسؤوليات ومصروفات وانفاقات هو اولى بها اذا كان لا يريد المحاماه. فليبقى في المحاماه من يريد ان يعمل بالمحاماه، ومن يريد ان يبقى محاميا او يؤدي هذا الدور العظيم للمحاماه. المحاماه مش وظيفه، مش حرفه، مش مهنه زي اي مهنه. المحاماه رساله. رساله يجب ان تدرك اهم ما فيها، وهي انها رساله تدافع عن كل القيم المجتمعيه، عن كل القيم الكليه الغير قابله للتجزئه ولا التبعيض. ما فيش في الدنيا قيم كليه قابله انك تبعضها او تجزئها. شرف غير قابل للتجزئه. الامانه غير قابله للتجزئه. الشجاعه ايضا غير قابله للتجزئه. ما ينفعش تبقى شريف في ناحيه والشريف في ناحيه ثانيه، تبقى امين هنا ومش امين هناك، لانه دي قيم ما تنفعش فيها الانفصال ولا التبعيض ولا التجزئه ولا انك تشطرها بين امرين. وبالتالي يجب ان وانت تدخل المحاماه ان تدرك انك سوف تعتنق كل هذه القيم الكليه بلا انتقاص، بلا تجزئه، بلا اهتزاز. اول قيمه ايضا من قيم التي يجب ان تدركها هي الاحترام. دي قيمه كليه، بمعنى ان المحامي عندما يحترم كل الناس، لا يقصر احترامه فقط على الكبير والوزير، ويقصر او يسحب او يحجب هذا الاحترام عن الضعفاء او عن غير الاقوياء. ده معناه ان احنا مش ناويين نتعامل باحترام. الاحترام يعني ان تحترم كل الناس، تحترم من هو في اعلى مكان ومن هو في ادنى مكانه. لانك عندما تحترم الصغير انت تقدم شهاده بانك تحترم نفسك، وعندما تحترم نفسك سوف يحترمك كل الناس، وسوف تجبر الاخرين على احترامك. اوعوا تتعلموا في بدايه حياتكم ان انتم تنافقوا لهذا القاضي وتقولوا كلام يزيد عن الحد ولا هذا الضابط، وتتعامل بجلافه مع الحاجب او مع العسكري او مع المجند او مع عامل غرفه المحامين، لانه ده معناه انك لا تريد ان تكون محترما. لازم قيمه الاحترام تبقى قيمه كامله، حتى مع اصدقائك، حتى مع زملائك. الاحترام هو ان تحترم نفسك معهم. مش من الاحترام ابدا التباسط الى حد المخل، الى حد الذي يقدمك امام الاخرين في صوره مهتزه او صوره متضائله او صوره صغيره. في سلوك احنا بننفذه كثيرا لدى كثير من المحامين، يمكن هتلاحظوا هتشوفوا في اماكن مختلفه، صحيح على فترات متباعده، لكن ممكن تشوفوا ناس بتشتم بعض في غرفه المحامين على سبيل الهزار والدعابه، ويهزقوا بعض في صالات المحاكم او امام الجلسات وامام الجمهور. اوعوا تفتكروا ان دي قيمه حقيقيه، ان ده احترام او ده حب. لا، ده يقلل من شانك ويقلل من قيمتك، لانك لازم تحافظ على المسافه التي بينك وبين الاخرين. لازم علشان قيمه الاحترام تبقى متكامله لازم تحافظ على المسافه. مش معنى انك تحترم كل الناس انك تزيل المسافات بينك وبين كل الناس. تظل المسافه موجوده ويظل الاحترام موجود دون ان يطغى احدهم على الاخر. يعني في كثير من او بعض المحامين بتخطئ وبتقعد تهزر مع الكتبه في المحاكم، ظلا منهم ان هو بيكسب وده علشان يشوف له الاجنده، وعلشان يعمل له اطلاع، وعلشان يوريه حاجه مش هيشوفها، او علشان يعمل اي حاجه مش مظبوطه، فيضطر يتباسط مع الموظف، ويضطر يقعد معاه ويتبادلوا مع بعض الاول الدعابات، ثم بعد ذلك السباب، ثم بعد ذلك المهاترات المختلفه. كثير من المحامين بيقع في هذه الخطيئه، وده امر بيقلل من شان المحامي. لما تحتدم الازمه
ويصطدم الامرين، يقول لك اصل في موظف اعتدى على محامي. لا لا لا، انت الذي سمحت بالاعتداء، لانك انت اللي ازلت هذه المسافه، لانك انت الذي قربتها، انت اللي دنوت فسقطت. فما تطالبش حد ان يجي يدخل معركه مش بتاعتنا. انت تسيء لهيئه المحامين بهذا التباصر وبهذا التنازل وبهذا التخاذل وبهذه التهاتر، لانك تريد فقط ان تربح لنفسك، تربح ربح غير كريم وربح غير صحيح. لكن في النهايه قيمه الاحترام يجب ان تكون قيمه كامله غير منقوصه غير قابله للتبعيض. ايضا قيمه الشرف والامانه والنزاهه دي قيم ايضا مش قابله ان احنا نقول فيها انا ممكن ابقى شريف مع الموكل بتاعي ومش شريف مع خصمي. ما ينفعش. اللي يخدع خصمه يخدعه، يمكن ان يخدع موكله. واقول لكم ازاي. في ناس بتتصور انه من الكفاءه المهنيه انك شايف مستند مؤسف في الدعوه مقدمه خصمك فتسحبه بطريقه ما غير بالقطع غير شرعي، يا مع الكاتب يا من وراء الكاتب يا بطريقتك المختلفه علشان تكسب قضيتك. دي مش شجاعه، ده مش شرف، دي مش محاماه. المحاماه هو انك تحافظ على حقوق الناس كلها وانت تدافع عن حق موكلك. انت مش بتنتزع حقوق الناس لتردها لصاحبك او لموكلك، لا، انت تدافع عن حق موكلك الذي تعتقد انه صاحب حق لتسترده له، مش انك تنزع حق غير مستحق لموكلك علشان تمنحه اياه. دي قيمه مهطوره، قيمه غير حقيقيه، قيمه غير شريفه، قيمه غير نزيهه، لا تقدم للمحاماه ولا تقدم للمحامي ولا ترفع من قيمته ولا من قدره ولا تعبر عن كفاءته. دي مش شطاره انك تكسب القضيه بخدعه، مش شطاره انك تاخد النوته اللي سايبها زميلك علشان يحضر فعلنا عن المدعي في الجلسه عشان القضيه تشطب فتقول انا شطبت القضيه. دي مش شطاره، مش هنا الشرف. احنا زمان كنا لما بنلاقي نوتة الخصم وقعت في الارض بنجيبها ونقدمها للحاكم علشان يقدمها للمحامي صاحب الدور، علشان ما يصحش انك تسيب حق لزميلك وحق لموكل زميلك في انه يبقى موجود بطريقه شريفه وبطريقه محترمه. انت عايز تكسبه بالقانون، تكسبه بالفروسيه، لان المحاماه فروسيه، باخلاق الفارس، بقيمه الفارس، بقدر الفارس، بقامه الفارس. المحاماه مش ممكن تبقى خطف حقوق وانتزاعها وخداع الناس وخطفها علشان ما تبقاش الصوره السلبيه الذهنيه للمحامين عند العامه ان الناس دي بتخطف حقوق الناس وبتضيعها وبيلعبوا بالبيضه والحجر ومش عارف بينتزعوا الحقوق ازاي وبيرتكب كل هذه الحماقات. كل الحماقات التي ترتكب في المحاكم بتسند للمحامين. جزء منها كبير بسبب الانتباس، لان احنا اللي اجازنا ده. لما احنا تهاوننا في مسالك بعضنا البعض، ولذلك لن يكون هناك في المرحله القادمه تهاون في الاخلاق ولا في القيمه الخلقيه. زي ما قلت في اكثر من مكان، احنا لما عملنا التنقيه في جداول نقابه المحامين عملناها تنقيه عدديه، تنقيه رقميه، شلنا رقم، لكن ما عملناش تنقية أخلاقية. دي واردة جدا، ودي مهمة كل القيادات النقابية، مهمة كل المسؤولين، مهمة حتى أصحاب المكاتب. أصحاب المكاتب مدارس يا أخوانا، مدارس بتدرس لأبنائها كل يوم قيمة في المحاماة. في بعض المكاتب بخلت على أن تقدم هذا الدعم لأبنائها، ده دور معهد المحاماة، ده دور نقابة المحامين، ده دور مجالس نقابة المحامين. إحنا مش هنتساهل مع حد يخطئ في حق المحاماه ولا يسيء لها ولا يسيء لزملائها ولا يتجاوز في حدودها. مش هنفوت هذه القيم، مش هنهدرها علشان نقول معلش اصل دي ظروف، اصل دي مش عارف ايه. كل شيء يجب ان يحقق. احنا عندما نساند المحامي نسانده. كيف تساند صديقك ان تدافع عن صديقك فيما يقدمه من اداء اذا كان صاحب حق؟ طب اذا كان مش صاحب حق تساعده بانه يعرف الحق الصحيح، مش انك تنصره. كيف تنصر اخاك ظالما ومظلوما؟ قضيه مشهوره، مظلوما معروف، تنصره ازاي؟
ظالما انت مع ظلمه، دي نصرة الظالم، ودي قيمة احنا يجب ان نمارسها ايضا في نقابة المحامين. نصرة الظالم هو ان نمنعه عن الظلم، نمنعه عن الغدر، نمنعه عن الخطأ. دي قيمة احنا مش هنتخلى عنها ومش هنتركها. اخلاق المحاماة غير قابلة للتجزئة، ومن يفرط في المسالك الخاطئة وتجاوز عنها بالقطع سوف يهدر قيمة كبيرة للمحاماة، غير متاح لأحد أنه يفرط فيها. من أيام شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منسوب لأحد المحامين. الفيديو ده بيتكلم فيه هذا المحامي المنسوب إليه هذه الأفعال اللي احنا مش متأكدين من المضمون اللي بيتقال، ولا من صحة السند فيه، ولا هل ده متركب ولا مش متركب. بيتكلم بأساليب لو صحت لاستوجبت عقابه بكل القوانين، سواء كانت قوانين مهنية أو قوانين عقابية. لما واحد يقول أنا معايا مطوى وأنا بروح وأنا باجي وبنعمل، أنا مش محاماة. هل هذا الأمر نتركه ولا مش هنتركه؟ وفي نفس الوقت المحامي تقدم ببلاغ للنيابة العامة بيقول أن هذا العمل الفيسبوكي ده مصنوع متركب، وطلب التحقيق، وده أيضا دفاع جوهري. هو تقدم بالبلاغ وإحنا كمان متربصين بالبلاغ وهنستدعيه علشان نستدل منه على سبيل الاستدلال، نسأله أنت إيه علاقتك بهذا الفيلم الفيديو بهذا الذي نسب إليك؟ إيه هي المناسبة؟ كنت مع مين؟ هل دي وقيعة؟ هل دي محاولة لإيذائك؟ هل دي محاولة لتشويهك؟ ولا أنت كنت مصر على هذا الأمر؟ كل دي مسائل يجب أن احنا نتحقق منها، لأن احنا أيضا مسؤولين أخلاقيا ومهنيا عن سلوك المحامين، كما نحن مسؤولون أيضا عن حماية المحامي. احنا مسؤولين عن وصول الحقيقة، إما أن ننصف المحامي من هذه الأفعال، وإما أن يكون عكس ذلك، ولا نتمنى أن يكون ذلك، أن تكون تلك النتيجة متحققة. لكن في النهاية دي مسؤوليتنا في كل صورها مع كل المحامين. أيضا المحاماة كما أؤكد دائما، ويمكن اللي حضر منكم جلسات حلف اليمين، المظهر ما ينفعش المحامي يكون في مظهره وغير، لا ما ينفعش أقل من وكيل النيابة بأي صورة من الصور، ولا المحامية تكون في مظهرها أيضا بشكل غير لائق يقلل من شأنها ومن قدرها، ولا يقل أيضا عن مظهر القاضية أمام المنصة. لازم المحامية تكون بذات المستوى، زي ما المحامي لازم يكون بهذا المستوى، لأن احنا أصل هذا المظهر المحترم، أصل هذا الذوق العام اللي بيجعلنا نقدم نفسنا، لأن المجتمع بنحمل قيمة، فيجب أن يكون حامل هذه القيمة القانونية وهذه الرسالة السامية اللي احنا بنتمسك بها، لازم يكون أيضا في شكله قادر على أن يقدم هذه القيمة، وقادر على أن يكون عنوان محترم لهذا الأمر. سوف نتشبث، سوف نتمسك بهذا المظهر إلى آخر لحظة في عمل المحاماة، سواء للمحامي أو للمحامية. المحامية مش معنية، مش ضروري تلبس بدلة، مش ضروري تلبس زي محدد، لكن لازم تلبس الحد الأدنى من الاحتشام اللي كل بناتنا المصريات احنا شايفينه عليه. احنا حتى الآن مش شايفين حاجة شاذة، لكن أحيانا يمكن أن نسمع أن هناك حالة في مكان ما أو في موقع ما غير طبيعية، يجب أن نرشد وأن ننذر، فإن لم يتعظ أو تتعظ سوف تتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة، لأنه هذا المظهر لم يعد يخصك كمحامي ولا يخصك كمحامية، هذا المظهر أصبح ملتصق بكل الهيئة التي تنتمين إليها. نحن نتمنى منكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والوصول إلى أعلى المراتب، أن تكونوا في مواقعكم، في عملكم في المحاماة، في مستهل أو في هذه البداية الطيبة التي يعني ندعو الله أن يوفقكم إياها، وأن يثبت أقدامكم فيما أنتم مقدمون عليه من أداء هذه الرسالة ونداء هذه القيمة، خصوصا في
محافظه من او في نقابه فرعيه من اعرق النقابات الفرعيه، يعني من ضمن اعرق النقابات الفرعيه من حيث القيمه ومن حيث القامه ومن حيث القدر. دائما المحاماه في المنوفيه صاحب الدور وصاحبه رساله وفي مقدمه الصفوف وصاحبه رياده، ولا اعتقد ولا اعتقد ان انتوا هتخذلوا المحاماه في مصر او المحاماه في المنوفيه على ان تستمروا في هذا الدور وفي هذه الرساله. عاشت المحاماه للوطن وعشتم للمحاماه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.